بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. المحاضرة دي المحاضرة الثانية في المادة بتاعت الهيدروليكس، الهيدروليكس 1 طبعا. المحاضرة عن حاجة اسمها الفلو اوفر نوتش، هما تو ابلكيشن من الابلكيشنز بتاعت برنولي. الأولانية حاجة اسمها فلو اوفر نوتش، والثانية حاجة اسمها ديسشارج اندر فاريبل هيد زي ما هنشوف دلوقتي. الكلام ده مختلف عن اللي احنا كنا هنقوله، بمعنى ان احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن الكابيتيشن والسايفوني، كان المفروض النهارده نتكلم على الجيتس والبامبس والتربينز، بس ليه غيرنا؟ لان انت هتخش المعمل الاسبوع الجاي ان شاء الله، فبالتالي التجارب بتاعت المعمل هم في تجربتين في الحقيقه، تجربه على الفلو اوفر نوتش وتجربه على ديسشارج اندر فايبريشن، فبالتالي احنا بدلنا عشان خاطر نديك المحاضره الاول وبعدين حضرتك لما تخش الايه المعمل. لكن هما مش هتفرق في حاجه، لان المواضيع دي مواضيع نوعا ما منفصله، هي ابلكيشنز مختلفه بيجمعها كلها ان هي ابلكيشن على برنولي، بتستخدم كونتينيوتي ايكويشن وبرنولي ايكويشن العاديه خالص، ولكن هي ابلكيشن اللي هي كيس ستادي، اللي هي حالات مختلفه بروبلمز معينه، دي اللي بنحاول ايه نحلها، فمش هتفرق في حاجه. عايزين بس زي ما افتكرنا كده المره اللي فاتت، عايزين نفتكر تاني التجربه بتاعت دي، التجربه بتاعت الاورفيس ماشي. ففي عندنا كان في جزء مش صغير من الجزء من المنهج بتاعنا كان بيتكلم على الفلو ثرو اورفيس، وقلنا الاورفيس ده عباره عن ايه؟ عباره عن الفتحه الثانيه، فعندك خزان ميه وبعدين في فتحه والميه بتخرج من الفتحه دي. في الحقيقه برضو الاورفيس مش بس كده، الاورفيس كمان في حاجه اسمها اورفيس ميتر، البايب نفسها بايب ميه ماشي عليه في البايب، ساعات بتركب فيه ميتر عباره عن ايه؟ عباره عن حاجز في فتحه صغيره، وبرضو بيعتمد التصرف اللي ماشي جوه الكلام ده، بيعرف ايه بتركب حاجه عليها من بره، بيعرف يقيس الايه التصرف اللي ماشي ده. فانا اشجعك انك تعمل سيرش كده على حاجه اسمها اورفيس ميتر، دور كده الاورفيس ميتر ده عباره عن ايه، لانه بيشتغل بنفس البرنسبلز يعني. لكن في نفس الوقت برضه الاورفيس عباره عن فتحه في التانك، فالفتحه في التانك الميه بتنزل وتتحرك منه، وده له ابلكيشنز كتيره جدا بتنكات الميه، اي تنكات ليها علاقه بالاويل، الشغل بتاع الصناعه كله اللي بيعتمد كله على ميكسنج بين السوائل، في صناعات كتيره بتخلط سوائل ببعضها، فالكلام ده كله بيعني موضوع الاورفيس دوت له ابلكيشن كتير زي ما اتفقنا. طيب لو كنتوا فاكرين المنظر دوت، ان في خزان والخزان الميه بتطلع منه من الفتحه اللي احنا شايفينها دي، كان في حاجه مهمه جدا الا وهي الارتفاع بتاع الميه اللي فوق الايه؟ اللي فوق الاورفيس، مش كده؟ كنا بنسميه هيد، يبقى كلمه هيد عشان الكلام ده هنستخدمه كتير النهارده. فالهيد اوفر الاورفيس، الارتفاع الميه فوق الاورفيس ده حاجه ايه؟ ده حاجه مهمة. طيب الهيد دوت لو انا عارفه، لو انا عايزه وعارف الاريا بتاعت الاورفيس، وبالتالي اقدر ان انا اعوض فيه. لما جينا استنتجنا المعادله طبقنا برضه، مهمه قوي عرفناها ازاي عشان هنستخدمها هنا كتير برضه، طبقنا برنولي ايكويشن من نقطه على سطح التانك والنقطه الثانيه عند مخرج الميه. النقطتين البريشر عندهم هو اتموسفيريك بريشر بزيرو يعني. لو خدنا هنا الديتم فهنلاقي عند النقطه واحد البي على جامد البريشر بزيرو، الزد اللي هو ارتفاع الميه عباره عن اتش، طبعا الفلوسيتي عند سطح الميه زي ما احنا عارفين بزيرو. عند النقطه 2 البي على جاما عشان هو برضه اتموسفيريك بريشر، بريشر بزيرو. الفلوسيتي في 2 سكوير على 2 جي، والزد اللي هو الديتا بزيرو، يبقى لنا في الاخر ايه؟ يطلع ان الفلوسيتي بيساوي روت 2 جي اتش. لو انت ضربتها في الاريا بتاعت الفتحه بتاعت الاورفيس يبقى تجيب كيو، يبقى الكيو عباره عن الفتحه الاريا بتاعت الاورفيس مضروبه في روت 2 جي اتش. طبعا ده اسمه ثيوريتيكال ديسشارج، وانت زي ما انت عارف ان في حاجه اسمها سي دي كوفيشن ديسشارج، قيمه عشان احسب اقدر احسب الكيو اكشن، الاكشن ديسشارج بيبقى اقل من الثيوريتيكال ديسشارج، قيمته من 60 الى 65% من الثيوريتيكال. ليه؟ لان في فواقد كتيره انت ما خدتهاش في الاعتبار وانت بتعمل الكلام ده، في لحظه خروج الميه من الفتحه الصغيره دي بيحصل قصص كتيره جدا، وبالتالي كميه التقدير بتاع الكيو اللي انت حاسبه دوت مش صحيح، بالعكس الكيو الحقيقي اللي خارج بيبقى اقل منه بنسبه من 60 الى 65% اللي هو قيمه الكوفيشن ديسشارج. عشان كده اي تانك في الدنيا، اي اورفيس يعني، بيبقى فيه حتى الاورفيس ميتر بيتعمل له معايره. بيتعمل له معايره عشان يتحدد قيمه السي دي بتاعته قد ايه؟ عشان لما اجي احسب فعلا الفلو اللي ماشي يبقى انا فعلا قدرت احسب الفلو مظبوط شكله عامل ازاي. طيب دي المعادلات اللي احنا قلناها المره اللي فاتت، مش هزيد اكتر من كده يعني. يبقى احنا عندنا الكيو في الاخر التصرف، ما هو اللي عباره عن ايه؟ عباره عن الاريا بتاعت الاورفيس مضروبه في السي دي اللي هو كوفيشن ديسشارج مضروبه في روت 2 جي اتش. طيب ده اللي احنا افتكرناه المره اللي فاتت. انت كان حتى في المعمل كنت بتعمل ايه؟ التجربه ديت كنت بتجيب السي دي
تشارج. بتجيبها ازاي؟ بتحسب الكيو اكشوال من بتجمع فوليوم على تايم يعني، وبتحسب الكيو ثيوريتيكال بالمعادله تقسمهم على بعض تجيب السي في. طيب لو فاكرين يعني طبعا يعني زي ما كنت اتعلق كده في امتحان المعمل يعني وخلي الطبق مصفوف. المهم نتكلم بقى على الحاجه بقى الجديده اللي جايين عليها النهارده. احنا بس بنفتكر الكلام ده عشان نتكلم على موضوعين، الموضوعين بصراحه ليهم علاقه بالموضوع ده. الحاجه الاولانيه حاجه اسمها الفلو اوفر نوتش. يعني ايه نوتش او وير؟ الاثنين نفس المعنى، كلمه نوتش او كلمه وير نفس المعنى في الاخر ماشي. عباره عن ايه النوتش او وير دوت؟ المنظر اللي انت شايفه ده دي ترعه مجرى مائي يعني، بس مش ترعه يمكن يعني هو دي اخر المجرى المائي اخر الترعه ماشي. وفي حاجه عامله شكل حرف بي برضه نفس الكلام، دي مجرى مائي او ممكن تكون بير حتى غالبا عباره عن بير يعني ميه جوفيه، بس هو عايز يعرف كميه الميه الجوفيه خارجه قد ايه، فاما عندي الميه الجوفيه في تانك بنفس زان فاخرته حرف بي اللي انت شايفه ده. فهو في الاخر عباره عن فتحه ليها شكل معين زي ما هنشوف ليها اشكال كتير. الشكل المعين دوت عباره عن ايه؟ كانه بيعدي الميه بأورفيس برضه، بس الأورفيس في الحقيقه أورفيس كبير قوي ومالوش توب باوندري، مالوش حد علوي يعني. كانك عباره عن بدل ما تعمل الأورفيس بتاعك، لو انا اعتبرت ان ده كده خزان اهو، ده الخزان ودي الفتحه بتاعت الأورفيس اهي ماشي. ده الفيو بقى لو انا شايف الفتحه والميه خارجه كده اهو، طب بدل ما اعملها أورفيس بالشكل دوت تخيل ان انا عملته أورفيس كده اهو. كان حتى كنا بنسمي دي لو انت فاكر حاجه اسمها لارج اورفيس، هنتكلم عليها برضه كتير النهارده. طيب ده كده اسمه لارج اورفيس، الميه خارجه من كل دوت. طب لو انت عايز تحول الكلام دوت الى بقى انك تعمله حاجه اسمها نوتش، تخيل انك عملت ايه؟ شلت الباوندري اللي فوق ده، شلت ده كله كده اهو كده اهو، وبقى شكله عامل كده اهو، والميه بقت مفتوحه يعني البريشر اللي فوق بيساوي الاتموسفيريك بريشر، فالميه بتبقى مفتوحه بالشكل دوت وبتعدي بهذا الشكل. ده بقى هو الاتش بقى، اصبح الهيد عند النوتش هو عباره عن ارتفاع الميه فوق الكريست، ده بنسميه الكريست بتاع الايه؟ بتاع النوتش. ارتفاع الميه فوق النوتش ده اسمه الهيد بتاع النوتش. طيب ده المنظر ده بس بشكل، طب ده بيستخدم في ايه على فكره؟ ده بيستخدم في ايه؟ ده بيستخدم في قياس التصرفات، نفس الكلام زي الاورفيس بالظبط. هنا برضه ده بيستخدم لقياس التصرفات. يعني ايه؟ يعني لو عندي ميه زي ما انا شايف كده هو عباره عن بير بيسحب منه ميه، عايز اعرف كميه الميه دي. طبعا ممكن يحط عداد يحسب بتاع ده حاجه عاديه، يبتدي سهله شويه. بس مش دايما سهله بقى زي ما هنشوف، لان ليها ابلكيشن ثانيه اللي هي حاجه اسمها وير. لكن هو مين اللي بيستخدم ليه؟ لقياس التصرفات. ده اللي هو النوتش. وله استخدام ثاني هنتكلم عليه دلوقتي. النوتشز ليها اشكال كتير زي ما حضرتك شايف كده، يعني ده نوتش في معمل اهو، مش عارف اذا كانت الصوره واضحه ولا لا، بس ده نوتش في معمل. وده شكله حرف في برضه. فمن اشكال النوتش المشهوره جدا اغلبها بتبقى اما ريكتانجلر نوتش نفس المنظر اللي درسنا دوت، لا اما بيبقى في حاجه اسمها في نوتش، بيبقى النوتش بتاعتنا بدل ما شكلها عامل كده بيبقى شكلها عامل كده. ويبقى ليها زاويه هنا مختلفه حسب الابلكيشن. فدي اسمها في نوتش، في شيب نوتش يعني بشكل حرف في، ودي اسمها ريكتانجلر نوتش. طيب زي النوتش بقى في حاجه في الطبيعه في الحاله الواقعيه يعني غير المعمل او غير الحاجات الصغيره، بيبقى في حاجات اسمها وير. والوير ده برضه الناس اللي خدت رسم او اللي هتاخد الكورس بتاع الرسم هتشوف الكلام ده، هتقسمه يعني احد الرسومات، ان هو منشأ من المنشآت المائيه. الوير اللي حضرتك شايفه ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن حيطه كده كده في المجرى المائي دوت اللي هو نهر طبيعي يعني، وهم عاملين حيطه عاليه كده بنفس المنظر اللي انت شايفه ده. حاجه عاليه كده قطعت خط الميه، فالميه عملت ايه؟ بتعلى فوقيها وبتنزل بالشكل ده، يبقى بالمنظر اللي انت شايفه ده، الميه بتعلى فوق الكريست بتاع الوير ده وبتنزل. ليه احنا بنعمل كده؟ عشان دوره البلاستيك. ها؟ لا لا ماشي، بس يعني ممكن يبقى التفكير كويس، بس هو مش الهدف كده. واكيد مش الهدف برضه ان اعمل شكل جمالي مثلا ماشي، عشان اعمله في القناطر بقى لما اروح اعمل الايه الفسيخ والجمبري برضه والحركات دي. لا هو مش الهدف الشكل، قال ان انت ممكن تقول ده شبه الشلال. اه هو شبه الشلال على فكره، بس انا اللي بعمله. ليه انا بعمل الكلام ده كله؟ في الحقيقه هو بنفس الاستخدام برضه بتاع النوتش، عشان انا عايز اقيس التصرف. هو انت ازاي هتعرف تفتكر يعني
تصرف المايه اللي ماشيه في النهر زي نهر النيل. هحط عداد بقى هنا، هتحط عداد ده فين يعني؟ يعني ازاي يعني؟ ازاي تقدر تجيب التصرف اللي ماشي حتى اقول لك ايه في ترعه صغيره مش حتى نهر؟ ازاي هتعرف تقيس التصرف؟ بتعمل الوير اللي حضرتك شايفه ده. بتخلي المايه بتنزل من فوق الوير، الوير ده بيبقى له ديزاين معين وله اشكال كتير، يعني ده نوع من اشكال الويرز، ده نوع اخر من انواع الويرز. المايه بتطلع من فوق ايه؟ كل اللي انت بتعمله انك بتجهز باجهزه معينه بيعرف يقيس ارتفاع الميه اللي فوق الوير برضه اللي هو اسمه الهيد. فلما تعرف الهيد ده وتعرف تقيسه قد ايه، في ايكويشن زي اللي هنستنتجها دلوقتي بقى اللي هنشتغل بيها. فالايكويشن دي جاهزه وموجوده، حضرتك بتدخل الاتش دي في الايكويشن تعرف تحسب منها الايه؟ الكيو، التصرف اللي ماشي فوق الوير قد ايه. وده هدف رئيسي من الويرز دي اللي موجوده في كل الانهار في العالم كله عشان يقدر يقيس التصرف اللي ماشي في النهر في اي وقت بقى. غير كده في الحقيقه له ابلكيشن ثانيه، ان هو اصلا بيعرف يتحكم في مناسيب الميه. في الحقيقه مناسيب الميه في القنوات المائيه كلها في العالم كله مش مهم جدا ان اعرف اتحكم في المنسوب بتاعها، انا اتحكم في المنسوب بتاعها. لان مناسيب الميه مربوطه بمناسيب الري، اللي انا اقدر اسحب الميه ازاي واقدر اوصل الميه للاراضي الزراعيه. وبالتالي لو المناسيب دي انا ما ظبطتهاش وسبتها كده تمشي على بطبيعتها زي ما عايزه، مش هعرف اعمل نظام الري اللي انا اعمله، وبالتالي مش هعرف ازرع كويس، مش هعرف اعمل زراعه اقتصاديه يعني. فلازم اتحكم في مناسيب الميه. فمن ضمن وسائل التحكم في مناسيب الميه زي ما هتعرف هو الوير. منشا بيستخدم لانك ببساطه لما بتعمل الوير ارتفاع معين، وده بتعمله ديزاين طبعا، لما بتعمله ارتفاع معين يبقى انا هقدر احكم ارتفاع الميه اللي قبليه وارتفاع الميه اللي بعديه. فده الهدف من الايه؟ الموضوع. موضوع السرعات ده موضوع مهم طبعا. هو في الحقيقه مش عايز اعمل السرعات، بس في الحقيقه نتيجه الوير ده بيبقى فيه سرعه كبيره، وساعات في الويرز الكبيره بيبقى السرعات كبيره زياده عن اللزوم، ولازم نعمل حسابنا ان الارضيه اللي بعد الوير لازم تبقى خرسانه. واخد بالك انت شايف الارضيه اللي بعد الوير معموله خرسانه ازاي؟ دي خرسانه. ليه؟ لان بيبقى فعلا في سرعات كبيره بعد الوير، بس ده اثر جانبي يعني من نتيجه الكلام ده كله، وبالتالي ممكن الميه دي تاكل في التربه، عشان كده بنعمل لها ايه؟ فرش خرسانه. فتحت الوير اللي انت شايفه، انت مش شايف القعده اللي تحتيه في الاخر، الحقيقه في قعده خرسانه طويله شويه موجوده في الداون ستريم في الناحيه الثانيه بتاعته، عشان خاطر ايه؟ يقدر ان هو احمي التربه اللي تحتيه، ماشي؟ طيب، فده استخدام الوير او النوتش. هي عباره عن منشآت، النوتش هي نفس الوير بس موجوده في المعمل او موجوده في القنوات الصغيره شويه، بنسميها نوتش. الوير اللي موجوده في الطبيعه، الاثنين الحاجه في الاساسي بتاعهم ان اعرف اقيس التصرفات بتاعه المايه اللي ماشيه. طيب هتلاقي هنا فيديو ظريف جدا، يعني ده نوع من انواع الويرز على فكره، اسمه بيانو ويرز، يعني هو شكله عامل زي بيانو وير، عامل شكل زي البيانو بالظبط. الفيديو ده فيديو ظريف جدا، عايزك برضه هتخش هنا، الناس اللي مش عارفه ازاي تخش على الـ على الـ على الويب سايت، انت لما تيجي تخش على البي دي اف يعني بتدوس كنترول وتدوس على اللينك عشان خاطر يعرف يدخلك على الايه؟ على البتاع، خد الكوبي وحطه في اي براوزر اشتغل عادي يعني. معلومه بس انا شفتها لقيتها وانا بدور على الفيديو دوت، دي تشانل في الحقيقه يعني، هي دي تشانل مش فاكر اسمها ايه. التشانل دي ظريفه جدا، شفت عليه بيشرح كلام كتير قوي له علاقه بالهندسه بشكل عام كلها. يعني هتلاقيه بيتكلم على حاجات كتير له علاقه بالميه، بيتكلم على الاسفلت، بيتكلم على خرسانه، بيتكلم على فدي حاجه، حتى بيتكلم على الكهرباء والكلام ده كله، فيديوهات ظريفه كده بيظري يعني بيشرح الموضوع. فانصحك برضه تتفرج عليها او تشوف التشانل دي، وهتلاقي زيها كتير جدا على اليوتيوب على فكره، وبتبقى ظريفه لانها بتقدم لك حاجات جديده جدا وحاجات مختلفه، حاجات انت يمكن بتدرسها نظري بتشوفها هو عملي بيعملها ازاي، فتبقى حاجه ظريفه يعني. ماشي، هسال برضه في الفيديو ده المره الجايه ان شاء الله عشان ايه؟ يبقى فيه المزيد من الزملاء ينضموا الينا في البونس ليست ان شاء الله. ايوه بس عالي صوتك، ما تيجي تقعد قدام بقى. لا لا مش كده، في حاجه اسمها هيدروليك جامب، هتعرف بقى الوير ده اكتر كتير ماشي. يعني هتاخد النوتش انت بس المعمل. طب خلينا طب دقيقه واحده واقول لك النقطه دي، وده سؤال حلو جدا يعني ماشي. ده في المعمل، انت في المعمل في الحقيقه الاسبوع دوت هتدرس من ضمن التجارب، مش الاسبوع ده لازم الاسبوع الجاي اللي هو من السبت القادم يعني. انت هتدرس ده دي الفلوم اهي اللي انت شايفها دي كده، دي كده فلوم في المعمل، اكيد انت شفتها ماشي، شفت الفلوم بس يمكن ما عملتش عليها تجارب يعني. فانت دي الفلوم اللي موجوده، وفي الحقيقه هيتركب عليها دي اللي هي اسمها نوتش، ده نوتش اهي. الفلوم دي عرضها صغير 7 سم، فهي فلوم اكس
اكسبيرمنت هي هدفها اساسا بس جاست تو دومينستريت يعني البيهيفير شكله عامل ازاي. ف دي كده التانجل نوتش اهي اللي انت شايفها. في نوتش ثانيه هتلاقيها متركبه شكلها حرف بي اسمها بي نوتش. فبالتالي دي النوتش اهي الميه هتلاقيها عاليه عند منسوب معين بتقيس انت الهيد ده ومنها بتستنتج المعادله زي ما هنشوف دلوقتي. طيب ده انت كده شفت النوتش. بالحقيقه بقى في الهيدروليكس 2 الترم اللي جاي تبتدي تدرس حاجه اسمها اوبن شانل فلو. تبتدي بقى تشوف البيهيفير بتاع الميه وهو ماشي في مجاري مائيه مفتوحه زي الانهار مثلا زي الترع. هتشوف بقى لما يبقى في حاجه زي الوير دي ليه بيحصل حاجه اسمها هيدروليك جامب. دي حاجه معروفه ومش وهتاخد حتى تجربه عليها في المعمل في هيدروليكس 2 اسمها هيدروليك جامب. ده كله هيدروليكس 2 ماشي. معلومه بس على الماشي كده. هو في الحقيقه حتى الناس اللي هتخصص الترم الثاني نفس المواد على فكره يعني هو كلها حاجه واحده ما عدا ماده واحده فرق صغير مانجمنت مش عارف ايه كلام فارغ لكن بغض النظر يعني. طيب دي كده الوير او النوتش. تعالى نشوف بقى المعادلات بتاعتها. دي معادله بتاعت الريكتانجلر نوتش. عايزين نستنتج معادله. ما انا عايز اقول انا بقول في الاخر خالص النوتش دي معموله ليه عشان اقيس التصرف. طب انا عايز اعرف المعادله بقى عايز اقيس التصرف دوت يبقى شكله عامل ازاي. فعشان نقيس التصرف دوت هنعمل نفس اللي احنا كنا عاملينه في لورفس نفس اللي فوق ده انا هشرحه كده بسرعه. نفس اللي عامله في الاوفيس. فانت عندك ده هو ده النوتش. الميه بتطلع فوق النوتش وده ارتفاع الميه اللي فوق النوتش. كل ده اللي ارتفاع ده كده من هنا لهنا اسمه ايه؟ كابيتال اتش. طيب انا عايز اعرف التصرف اللي ماشي من هنا بيعدي كده اهو. زي ما انت شفت كده المعادله بتاعت الاورفيس. المعادله بتاعت الاورفيس كانت بتقول ايه؟ بتقول ان الكيو بتساوي حاجه اسمها سي دي في الاريا بتاعت الاورفيس مضروبه فروت 2 جي اتش. المعادله دي انا مش هعرف اطبقها هنا يعني لو عندي اتش دي ما انا كنت لسه بقول اهو لو انت عندك الخزان اهو وقلت الفتحه اهي وارتفاع الميه في الخزان هنا اهو فكنت بتقول والله ادي اتش اهي فهاخد الاتش دي احطها هنا اهو اعوض المعادله اعرف احسب الايه؟ الكيو اللي خارجه من هنا. الكلام دوت مش هيبقى صح واحنا عملنا الكلام ده المره اللي فاتت السنه اللي فاتت لو الاورفيس ده عباره عن لارج اورفيس. ليه مش صح؟ ده اسمه لارج اورفيس. ليه مش صح نعوض المعادله دي؟ عشان لازم يمر بالسنتر لاين. عشان الاتش دي مختلفه انهي اتش بالظبط؟ ما لما يكون الارتفاع ده كله متر مثلا ولا حتى 2 متر يبقى اكيد الاتش فوق هنا غير الاتش اللي فوق دي. لو انت عايز تاخد متوسط لواد هنا ده حل تقريبي جدا. احنا عايزين حل اكزاكت يعني. نعرف الاتش بالظبط ده جهاز بيقيس تصرف ما ينفعش ان يطلع لي رقم قريب يعني. طب يبقى انا بالتالي ما ينفعش. فكنا بنعمل ايه لو حد فاكر؟ كنا بنحط الارتفاع اللي هو الاورفيس يعني الاتش من فوق لغايه نهايتها والاتش من فوق لغايه نهايتها. صح عملنا كده فعلا بس عملنا ايه يعني؟ عملنا ترانزيشن للايكويشن ازاي؟ طلعنا من الايكويشن عملنا ايه؟ عملنا انتجريشن ماشي؟ انا عارف الكلمه دي مضايقكم بس احنا عملنا انتجريشن. فعملنا انتجريشن ازاي؟ خدنا الشريحه اللي هو لو كتبته كده وقلنا الشريحه دي بقى اللي ارتفاعها من فوق الايه؟ الاوفيس هنا اسمها اتش. وكملنا بقى الايه؟ المعادله بتاعتها. هنعمل نفس الكلام ده هنا. هنقول والله نفس الكلام احنا زي ما اتفقنا شلنا ده كده اهو وحولنا ده الى ايه؟ الى حاجه اسمها نوتش ودي الميه اهي. نوتش اهي. نوتش او الوير نفس المعنى. فهنعمل نفس الكلام يا شباب. هناخد شريحه برضه من هنا اهي. الشريحه دي الارتفاع بتاعها من هنا لهنا اسمه دي اتش. ارتفاع دوت الشريحه دي فوق الكريست ده اسمه الكريست بتاع النوتش او الوير اسمه اتش. وعايزين نعرف نستنتج معادله عشان نعرف نحسب منها الكيو. وبالتالي بتعمل انتجريشن على الكلام ده كله نعرف نحسب الكيو كاملا على القطاع كله. طب بنعمل الكلام ده ازاي؟ بنطبق نفس المعادله على فكره. بناخد نفس المعادله بتاعت الاورفيس. بس بدل ما يبقى اسمها باخد الكيو عشان مقابل الاتش، لا انا باخد الايه؟ الدي كيو المقابله بحاجه اسمها دي اتش. فبتساوي برضه سي دي المفروض في الاريا بتاعت الاورفيس المفروض فروت 2 جي اتش. حيث الاتش دي ارتفاع الشريحه عن الكريست. نيجي بقى نتكلم على الاريا.
بتاعت الاورفيس عباره عن ايه؟ الاريا بتاعت الاورفيس دي عباره عن ايه؟ ده الاورفيس، دي الاريا بتاعت الاورفيس، دي الاريا اللي الميه بتعدي فيها. عايز اشوف الكيو المقابله للميه اللي بتعدي من الاريا دي. فالاريا بتاعتها بتساوي البريدث بتاع الاورفيس اللي بنسميه دي مضروبه في الاريا بتاعتي او مضروبه سوري في الارتفاع اللي اسمه دي اتش. يبقى احنا هنقول ان هو بيساوي بي مضروبه في دي اتش. تعال نكتب المعادله بقى، تطلع ان دي كيو بتساوي سي دي، ده كونستنت مضروبه في البي برضه كونستنت اكيد ده ما بيتغيرش، مضروبه في روت 2 جي برضه كونستنت، كل دي كونستنت متخرجه لوحدها. الحاجه الفاريبل الوحيده الاتش، الجذر اتش ودي اتش. طيب الموضوع عباره عن ايه؟ روت اتش اللي هو اتش نص نص يعني مضروبه في الايه؟ في الدي اتش. ده عشان اعرف احسب الدي كيو. فبالتالي لو انا عملت كيو بقى عشان احسب الكيو يبقى انا هعمل ايه؟ انتجريشن، وبالتالي هعمل انتجريشن انا اهو عشان اعرف احسب الكيو على القطاع بالكامل، لا تصرف القطاع بالكامل. التكامل بتاع الكلام ده كلام فاضي طبعا، سهل جدا بالنسبه لك يعني، انت راجل عالم يعني بتاع رياضيات. فبالتالي عارف ان اتش اس نص لما دي كامله هتزود واحد هتبقى اتش اس 3 على 2 صح؟ ده 1 ونص تقسم على الاس الجديد اللي هو يبقى كانك بتقسم او تضرب في 2 على 3. يطلع لك المعادله اللي هي نفس المعادله اللي حضرتك حفظتها للارج اورفيس اللي هي كانت بتقول ان الكيو هتساوي 2 على 3 دي لما تطلع من اهو هتبقى اللي هي بتقسم على 3 على 2 يعني 2 على 3 سي دي في البي اللي هو عرض الاورفيس في روت 2 جي كل دي ثوابت مضروبه في اتش اللي هو ارتفاع الميه فوق الاورفيس كلها فوق النوتش قصدي كلها اسف ارتفاع ميه اس 3 على ايه؟ على بي. يبقى دي معادله يا شباب بتاعت الفلو اوفر ريكتانجلر نوتش. انا هنا بتكلم على ريكتانجلر نوتش. نعم. فري سيرفس بنسمي الفري سيرفس صح؟ فده الاساس. انا في اتش بقيت اسميه فري سيرفس، ده اساس، ده اساس برنولي، ده اساس برنولي، ده اساس المعادله اللي انا مستنتجها اصلا. انا بطبق لما طبقت البوينت عند النقطه دي النقطه اللي الفري سيرفس عندها فانا بقيس من عندها خلاص؟ الفيزيكال مينينج بيقول ايه؟ اساس المعادله اصلا اللي انت بتكملها دي الاتش دي بتتقاس من ايه؟ انت بقى اللي بتحدد، مالهاش دعوه بالانتجريشن نفسها كبروسيس كانتجريشن انت بتعمله ده اتش انتجريشن ماشي. انت اللي بتحدد الاتش دي منين؟ الاتش دي متقاسه من ايه؟ من فري سيرفيس صح كده؟ فانا يعني بشكرك على لفت انتباهي لكلام ده لان هي كانت هتبقى مشكله بصراحه. فالاتش دي يا شباب متقاسه من الايه؟ من الفري سيرفيس. طيب وده معناه على فكره برضه كويس ان الموضوع ده اثير يعني ان انت لو عندك فاكر كان في مساله اعتقد في الامتحان كان في اورفس وكان في سائلين فوق بعض مش كان في حاجه زي كده؟ فاكرين دول الامتحان؟ ماشي. فكان في خزان وكان في سائلين فوق بعض، ما ينفعش تشتغل بالمعادله دي وفي سائل فوق السائل ده. طبعا هو في حاله النوتش ما فيش يعني ما فيش سائلين فوق النوتش ما ينفعش، لكن في حاله الاورفيس كان كده ما ينفعش تشتغل بنفس المعادله اللي انت بتشتغل بيها دي وفي سائلين فوق بعض. انت كده فين الفري سيرفيس بتاعك؟ احنا عملنا ايه بقى؟ المفروض انك تشيل السائل اللي فوق دوت وتجيب اتش الكامل حط بداله ايكوفالنت هايت للسائل اللي تحتيه بحيث يبقى عندك فري سيرفيس واضح اشتغل عليه. بس هو اذروايز لو مش هتعمل الكلام ده يبقى حضرتك استنتج المعادله من الاول بتاعت الاورفيس وحط بريشر بقى فوق السائل عشان مش هيبقى ساعتها في اتموسفير عند نقطه واحد اللي كنا بنقارن بيها. طيب نرجع بقى للمقارنه، دي المعادله بتاعت ايه؟ الفلو اوفر ريكتانجلر نوتش ماشي؟ نفس الطريقه بالظبط هنستنتج بيها حاجه ثانيه اللي هي الفلو اوفر في نوتش ماشي؟ ادي الفي نوتش اهي وبرضه عايزين نستنتج الفلو ازاي نعرف نكتب الفلو اوفر الفي نوتش. هي برضه نفس المعادله على فكره
بمعنى اخر هناخد نفس المعادله دي اهي وبرضه هناخد شريحه بالشكل ده، بس المره دي بقى في يمكن حاجه تصعب الموضوع شويه اللي هي ان العرض بمساحه الشريحه دي مش ثابته. واضح قوي ان كل ما بتنزل تحت في البي نوتش كل ما الاريا بتاعت الشريحه دي اللي هي بتعدي الكيو يعني بتقل، فانت لازم تاخد الكلام ده في الاعتبار. الحاجه اللي ثابته هي الثيتا، الزاويه دي ثابته ما بتغيرش طبعا الثيتا، لكن الارتفاع بيتغير. طب ازاي بقى نربط الكلام ده بالثيتا؟ فاحنا في الاخر برضه زي ما انت شايف كده هنعملها بس بسرعه هنا، لكن هو استنتاج المعادله سهل. ادي سطح الميه اهو، انت كل اللي هتعمله ايه؟ تعمل كبر دي شويه طيب عشان بس وادي سطح الميه اهو، وادي ايه دي الكابيتال اتش اللي انت بتتكلم عليها كلها. طيب سمول اتش بقى دي ازاي؟ ادي الشريحه دي ماشي، ونفس الكلام برضو ادي الاتش اهي. مين دي؟ لا لا دي ميه، كل ده ميه، كل ده دي، كل ده بيعدي فوق يعني. انت شفت المنظر في الصوره؟ مش كان في صوره باين قوي ده بتعدي؟ اه. طيب ادي الاتش اهي. فبالتالي انت عشان تحسب الكلام انت عندك الدرجه دي كلها اسمها فيتا. الفكره كلها بقى دخل الفيتا دي في الموضوع مع الاتش اهي. ايه العلاقه ما بينهم؟ هو مثلث ببساطه شديده. فانت لو جيت حضرتك حتى المثلث دوت كده اهو وقسمته اثنين فيبقى الزاويه دي كده اسمها ثيتا على اثنين. طيب الارتفاع ده اسمه اتش، يبقى بالتالي الارتفاع دوت عباره عن كابيتال اتش وماينس سمول اتش. فاحنا بنتكلم كل كلامنا بقى على هذا المثلث. في علاقه ما بين الثيتا ديت والاتش ماينس اتش والعرض ده. ليه بقى؟ انا يهمني العرض ده. انت لما يجي تقول المعادله بتاعتك اهي نفعل نكتب نفس المعادله مره ثانيه. كيو بتساوي اللي هي الدي كيو يعني تكمل على الدي كيو هيساوي سي دي في الاريا المفروض في روت 2 جي اتش. المشكله كلها ان الاريا هنا الاريا دي ثابته الدي مضروبه في الاتش، لكن المشكله ان الاريا دي مش ثابته فيها فاريبل اسمه اكس. فانا عندي فاريبل اسمه اكس وفاريبل اسمه وين؟ اتش. انت بتعمل ايه لما يكون عندك تو فاريبلز؟ بنجيب علاقه بينهم، بتجيب علاقه منهم بتستبدل يبقى واحد بدل الثاني مش كده؟ عشان دي هنعملها كتير في الجزء الثاني من المحاضره. فانت هتجيب الاكس دي كانت الاتش. ايه العلاقه بين الاكس والاتش؟ الزاويه. فزي ما حضرتك شايف كده تان ثيتا على الاثنين تان الزاويه دي بتساوي الاكس مقسومه على العرض ده كله اللي هو ايه؟ اتش ماينس اتش مش كده؟ يعني تقدر تقول ان الاكس هتساوي اتش ماينس اتش مضروبه في ايه؟ في تان ثيتا على الاثنين مش كده ولا ايه؟ طب الاريا بتساوي كام؟ الاريا اللي احنا قاعدين نكتبها هنا الاريا بتاعت الشريحه بتساوي ايه؟ 2 اكس مضروبه في ايه؟ في الدي اتش. هو بالتالي الاريا بتاعتك هتساوي 2 مضروبه في تان ثيتا على الاثنين مضروبه في كابيتال اتش ماينس اتش دي اتش مش كده ولا ايه؟ دي كده هي الاريا اللي حضرتك بتحطها فين؟ هنا اهو. واضح يا شباب الكلام ده؟ كل حكايه بقى انك هترتب المعادله. حط بقى الدنيا كلها مع بعضها، دي ثوابت اثنين طبعا، تنفيذ على الاثنين ثابت، التنفيذ ما بتغيرش. فدي كلها ثوابت هتاخدها تحطها جنب السي دي جنب الروت 2 جي ويبقى لها في الاخر ايه؟ كابيتال اتش ماينس سمول اتش جذر مضروبه بجذر اتش دي اتش. فده اللي اتبقى في الاخر خالص. اهي. ده اللي هتبقى اتش، ده اللي هتخش جوه التكامل. اتش ماينس اتش مضروبه في روت اتش، اتش في النص يعني دي اتش. تعمل بقى التكامل الكلام ده هتلاقيه موجود في السلايد عشان ما اقعدش اضيع وقت. يظهر لك الموضوع في الاخر المعادله النهائيه اللي حضرتك بتتكلم عليها اللي انت هتشتغل فيها الفلو في الفي نوتش بتقول ان كيو بتساوي 8 على 15 سي دي تان ثيتا على 2 روت 2 جي في اتش اس 5 على 2. فدي المعادله الثانيه اللي حضرتك هتبقى حافظها كويس. دي المعادله الثانيه اللي حضرتك هتبقى حافظها كويس. يبقى في معادلتين الديسشارج او الفلو اوفر ريكتانجلر نوتش ودي حاجه اسمها فلو اوفر تريانجل نوتش او الفي نوتش اسمها في نوتش. في الحالتين طبعا دي كيو اكشوال عشان حطيت هنا السي دي. لو انت ما حطيتش
بتشتغل على كيو ثيوريتيكال حاجه عاديه ماشي. ايه اللي انت بتعمله في المعمل تفتكر؟ برضو التجربه دي في المعمل هتجيب منها ايه؟ برضو سي دي نفس الطريقه يعني هتعمل السي دي ده بحسب الكيو اكشن في الاخر هتحسب الكيو اكشن هتشوف هتحسبها ازاي مش بقول المطايب بقى ليها طريقه معينه في عداد اخر في ميتر اخر بتحسب منه الكيو اكشن ما يسموه على الكيو ثيوريتيكال يبقى انت جبت تعرف ايه السي دي برضو اللي هو بيتراوح هنا ما بين 0.6 الى 0.65 ده قيمة السي دي سواء الريكتانجلر او الفي شيب ماشي. طيب دي كده الاستنتاج بتاع المعادله. المسائل بتاع الجزء بتاع النونش ده مسائل سهله قوي صراحه هي كلها بتبقى بشكل او باخر تطبيق في المعادله يعني مش اكتر من كده يعني. فمثلا تعالى نشوف اكزامبل كده لمساله دي معادله ايه مساله زي دي مساله موجوده في الشيت على فكره عندنا في الشيت اللي هو شيت 2 يعني اساينمنت 2 المسألة كده بيقول لك ايه؟ What is the theoretical rate of flow meter cube per second from the notch shown in the figure؟ غيرنا شوية بشكل النوتش طبعا في أشكال كتير على فكرة النوتش بالحقيقة في دراسات بتتعمل على الكلام دوت عشان خاطر يعرف يظبط الكيو اللي معدية شكلها عامل ازاي. طيب if the total head above the cell of the notch دي اسمه كريست أو اسمه سيل يعني ممكن نسميه كريست أو ممكن نسميه سيل بتاع النوتش نفس المعنى. فالسيل او بتاع النوتش او الكريست دوت بيقول لك ان الارتفاع بتاع الميه اللي فوقيه كان 15 سم. فده الشكل بتاع المساله اهي. والزاويه دي 60 درجه. وبيقول لك ان الارتفاع ده كده 15 سم. احسب لي الكيو اللي ماشي هنا. اعمل ايه بقى؟ فيهاش مشكلة على فكرة انك حتى لو متكامل لو انت عايز تعمل تكامل من الاول يعني تاخد شريحة كاملة وتكملها طب ما نفس المعنى انت ممكن تقسم يعني تعمل تكامل لوحده وتحسب الكيو بتاعته تعمل تكامل لوحده وتعمل الكيو بتاعته مفيش اي مشكلة مش هغير حاجة في الاساس الرياضي او التعامل الرياضي بتاعك وبالتالي ابسط حاجة طالما انا عارف المعادلة مش هعمل تكامل بقى وبالتالي انا هعمل ايه؟ ابسط حل يعني ان انا هقسم دي جزئين بالشكل ده هيبقى عندي كيو واحد بتاع الريكتانجلر نوتش وعندي كيو الثانيه بتاعت الايه؟ بتاعت البي نوتش. طيب هو قايل لك ان المساله اللي في المساله من العرض ده كده 20 سم 0.2 وبالتالي لما اجي احسب كده اهو كيو بتساوي كيو بتاع الريكتانجلر زائد الكيو بتاعت الايه؟ البي. طيب كيو الريكتانجلر بتساوي ايه؟ المعادله ماشيه كده 2 على 3 سي دي هو مش عايز سي دي هو قايل لك احسب الثيوريتيكال فانت ما عندكش كده ما تعملش سي دي 2 على 3 بي كم بقى البي؟ 0.2 مضروبه في روت 2 جي مضروبه في اتش في ارتفاع الميه اللي هو 15 سم مش كده؟ لان انت بعيد شويه اللي هي 0.15 اس 3 على 2 فدي كده كيو ريكتانجل دي ما فيهاش مشكله. نيجي نتكلم بقى على الكيو في بتساوي كام الكيو في؟ 4 معادله ايه 8 على 15 كذا 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 تعالى نكتبها طيب 8 على 15 مفيش سي دي مفيش سي دي تان ثيتا على 2 مضروبه في روت 2 جي مضروبه في اتش اس 5 على 2 ادي معادله اكيد انا حضرتكم بين قوسين دول هم اللي فيهم مشكله دلوقتي. وفي حاجه ثانيه برضه كلكم خدوا بالكم منها هنعملها بس خلينا نشوف دي الاول. هو طبعا الاتش كام؟ الاتش كام؟ 0.15 عالي ها؟ الارتفاع المايه عالي فوق السلم مفيش مشكله ما تغيرش حاجه. لكن هنا بقى كان في تعالي 2 30 اوفر 2 هل ناخد هل فين الثيتا؟ وبالك الثيتا هنا الثيتا هنا وانت بتستنتجها انت بتستنتج القانون دوت الثيتا هي زاويه بالكامل. يعني ما ينفعش تقول والله طب ما انا هنا عندي 60 تبقى الزاويه دي 30 ما ينفعش اقول ان الثيتا 30 الثيتا لازم تبقى كامل تبقى مثلث كامل متساوي 70 تبقى كام يعني 60 فالحقيقه الثيتا هنا 60 مش عشان دي هي 36 عشان 30 في 2 فنبقى عارفين ان الثيتا بتساوي 30 في 2 بتساوي 60 درجه هي دي الثيتا وبالتالي حضرتك لازم لما تعوض في المعادله دي تكتبها كده 60 على 2 هي 30 يعني انا عارف 60 يعني 30 يعني 30 ما انا عارف بس انا عايز اقول لك ان دي مش
كاملة. يعني مينفعش تاخد هنا 30 على 2. فاهم قصدي الفرق؟ بتاخد 60 زاوية كاملة على 2. بس هل كده يبقى صح يا جماعة؟ هو ده صح. بس هل كده خلصت؟ ولا في حاجة مفروض أعملها؟ نقسمها على 2. نقسمها على نص بقى. كل المعدل مش كده؟ كل الكيو مش كل المعدل. الجزء ده كله نقسمه على نص. لازم أضرب الرقم ده في الآخر بكام؟ في نص. ده كده أهو. يتضرب في إيه؟ في نص. لأن أنا لو عملت على الكلام ده دلوقتي أنا بحسب على الإيه؟ الفي نوت كاملة اللي هي الإيه؟ 60 درجة، الفي نوت مش كاملة. أنا مش بحسب على 60 كاملة. لا أنا في الحقيقة أنا حسبتها على دي بس أنا خدت إيه؟ نصها بس. بالظبط هو في الحقيقه صح المعادله كده ايه دي كانت مضروبه في 2 عشان انا فعلا عملت ايه مش معنى بس عشان ما اقعدش اربع دقايق انا محفوظ المعادله كامله تمام وفي حاجه بالشكل ده اهو انا عارف ان انا باخد الايه النص بس فاهم بس هي كل التركايه بس في النقطه دي محدش ياخدها 30 مش 30 على 2 لا 60 على 2 وتقسم بعد كده دي على 2 ماشي دي بس التركايه كلها اللي في الايه في المساله طيب ده الحل بتاع المساله على فكره دي مساله ثانيه قبل ما ننتقل الى الجزء الاخر مسألة تانية بتتكلم على ايه بقى؟ اقرا كده. برضه في مسألة شبهها جدا في الشيك يعني. بيقول لك ان انا عندي في نوتش، كان عندي في نوتش. وانا بقيس الفلو فوق الفي نوتش ديت اللي هو اصول الهيد اللي كانت فوق الفي نوتش كانت 45 سنتي والزاويه بتاعته كانت 90 درجه 80 درجه بيقول لك انا بعد ما قست وعملت كل حساباتي الدنيا مشيت معايا حلو بصيت فوقيت ان انا ال 45 سنتي دي اللي انا كنت عايزها مش صح في ايرور قدره 4/10 سنتي كان عندي ايرور حصل الايرور ده بيساوي 0.4 سنتيمتر يعني 0.004 متر الايرور طبعا معناه انت بدل ما تقيس 45 ممكن يبقى 49 سنتي يعني بوينت انا اسف 0.45 دي 45 سنتي يعني 0.454 4 سنتي زياده او 4 سنتي اقل هو ما قالكش على فكره ده اقل ولا زياده فانت عايز تعرف طب ما انا ما قلتلكش ما هو انت ممكن تقول والله نسبه الايرور دي ما انا لو عارف الرقم مثلا ممكن اقول كده طبعا هحسبها 0.454 واحسب مره كيو هنا ومره كيو هنا واحسب الفرق ما بينهم يطلع لي كيو والمره الثانيه لا طب انا هقلل دي تبقى 0.446 ها واحسب الكيو واحسب دي ودي واطرحهم من بعض ويبقى ده اكيد الايرور هنا غير الايرور هنا مش كده ولا ايه؟ مختلف طبعا فبالتالي انا عايز اعمل ايه بقى؟ عايز اجيب كده حاجه ثابته ودي في الحقيقه بتتم برضه ببقى عايز اعرف لو حصل ايرور في الجهاز بتاعي وعرفت حاجه الايرور دوت يبقى قيمه هياثر بنسبه قد ايه على الكيو اللي موجود وده ممكن ده بيتعمل في الحقيقه برضه عشان انا لما احط الكلام دوت على ترعه ولا نهر وبقيس ابقى عارف كويس لو انا جبت ايرور فالايرور دوت لو انا عرفت احدد الايرور ده قد ايه اعرف احدد ده بياثر على الكيو اللي داخل عندي قد ايه نعمل بقى الكلام ده ازاي ادي المعادله اهي اللي احنا شغالين بيها ان كيو بتساوي 8 على 15 سي دي في تان ثيتا على 2 في روت 2 جي في اتش اوبس 5 على 2 دي المعادله نحسب ازاي قيمه الايرور المقابل لتغير طفيف جدا صغير هو تغير صغير مش تغير كبير تغير صغير جدا قدره 0.4 سنتي تعمل انت ايه عشان تحسب ده؟ يعني لو قلت لك ان في تغير صغير وعايز تحسب المقابل ليه في المعادله بتعمل انت ايه؟ في المعادله يعني معادلة دي تحسب لك كيو قصاد اتش كبير. طب لو قلت لك ان في تغير دوت تعتبره فاينايت صغير قوي قيمته صغيره. انتجريشن. وعايز ايوه انتجريشن. لا ديفرنشيشن. ديفرنشيشن. انت في الاول عكس العمليه انت عملتها. انت هنا بتحسب ده فاينايت اليمنت حاجه صغيره جدا. قصاد الدي اتش دي بتحسب الدي كيو اهي بتاعتها. طب انا جبتها لك العكس بقى انا قلت لك التغير اللي حصل دوت كان صغير في الحقيقه. احسب لي بقى دي كيو المقابله للايه؟ الدي اتش مش كده ولا ايه؟ يعني كانك بترجع المعادله دي للعكس. فانت بتعمل ايه بقى في المعادله عشان انت تحافظ ايه؟ فكل حكايه انا عايز اقول لو حصل
مقابل ايه قد ايه؟ صح يا شباب؟ فيبقى المعادله هنعمل فيها ايه؟ تفاضل يعني ديفرنشيشن. هنقول والله تعالى نفاضل المعادله دي، دي كيو بتساوي 8 على 15 سي دي تان ثيتا على 2، كل الكلام ده ثابت ما تغيرش حاجه. روت دي جي طبق كل دي ثوابت، كل دي ثوابت. اتش اس 5 على 2 هتفاضلها تبقى ايه؟ تبقى عباره عن 5 على 2 مضروبه في اتش بس ايه؟ 3 على 2 بس كده؟ اه دي اتش. خلصت المساله ببساطه شديده. حضرتك هتعوض هنا الاتش دي، تحط الاتش كامله 0.45، الدي اتش دي هتحطها 0.44، طبعا ده تيتا على 2 دي اللي هي 80 على 2. عوض في المعادله احسب الدي كيو. عايز تحسب نسبه الايرور، يبقى نسبه الايرور بتساوي قيمه الدي كيو على الكيو الاساسيه اللي انت بتحسبها من الاول. طبعا هتحسب الكيو على اتش بتساوي 45 سم تضربها في 100. يبقى حضرتك كده عملت ايه؟ عرفت تقول والله لو انت عندك 4 سم اتغيرت سواء بلس بوست او نيجاتيف نفس الكلام، طلعت فوق نزلت تحت، خلاص طالما ال 0.4 سم دي اتغيرت يبقى وسطها هيبقى دي كيو مثلا، هتبص تلاقي ان هو طالع قيمته 0.86%. يبقى في ايرور في القرايه بتاعتك، زي ما في ايرور في الميجرمنت بتاعتك، في ايرور في ايه؟ في الريزلتس اللي طالعه قيمته 0.86%. فهمنا ازاي الموضوع شكله عامل ازاي؟ نعم. عندي سؤال بس انا مش عارف اسالك شويه، لو كنت خدت 0.4 سنتيمتر على 45 سنتيمتر قلت ان البرسنتج ايرور. اه ما هو ده اللي انا كنت لا أنا طب جربها كده، جرب شوف هل هتطلع نفس الحاجه ولا لا. جرب كده فعلا وشوف، عشان دلوقتي بقى عشان نسال نتكلم في حاجه اهم اصلا. بس انا مهتم ان اعرف الكلام ده. شارك معانا الكلام ده المره الجايه فعليا. اعتقد ان السؤال ده متهيألي جه في زي ناس كتير يعني، مش كده ولا ايه؟ طب ما انا ايه يوجع الدماغ ده؟ انا اخد نسبه ده على ده قريبه جدا، نسبه الكيو خلاص قريبه جدا 0.8 هتطلع قريبه. بس هي بقى الفكره كلها هتطلع قريبه بس مش هتطلع بالاكزاكت يعني. انا يهمني اعمل ايه؟ اعمل زي اساس رياضي مظبوط. لان طب لو افترض بقى ان الرقم كبر، يعني بدل ما الدي اتش ده هو كبر بدل 4.4 سم يفضل كده 4 سم. جرب. طيب ايه رايك في الفكره دي؟ جرب كده. لا مش ده دلوقتي يعني، بس اي وقت تفضل. بس انت هتضطر تعملها مره 4 سم، جرب انك تحسبها نسبه 4 على 45 ها وتشوف الايرور قد ايه، ومره انك تجرب ان انت تعوض في المعادله بالشكل ده وشوف هل الايرور فضل قريب ولا كبير. ويا ريت نشارك الكلام ده المره الجايه ونشوف كده نناقش الموضوع ايه. ماشي؟ طيب احنا كده خلصنا الجزء السهل من المحاضره يا شباب. نخش بقى في الجزء التقيل شويه، بس خليك معايا ان هو عامه بيعتمد على نفس الكلام اللي احنا قلناه، فمش مختلف قوي يعني. في حاجه اسمها ديسشارج فروم اورفيس under variable head. معلش انا قلت لكم كده بسرعه يعني، انا عارف مفيش بريك ولا اي حاجه حتى مش عارف اشرح بس اونلاين. ف حاجه اسمها discharge under variable head. انا هسيب ده زي ما هو عشان هنشتغل برضه حاجه شبه كتير يعني. بس الفكره ببساطه شديده ودي عليها تجربه، الكلام ده عليه تجربه في المعمل، دي التجربه الثانيه اللي انت هتعملها على نفس الجهاز بتاع الاورفيس، بس المره دي في ابلكيشن مختلف قوي. ببساطه شديده الابلكيشن ده يعني ايه؟ انا عندي خزان. خزان ده ممكن يبقى اي حاجه، ممكن يبقى خزان علوي اليفيت تانك زي ما انت بتشوفه بتوع الميه اللي في المدينه، ممكن تبقى حتى خزان فوق سطح العماره بتاعك. ممكن يبقى خزان عباره عن حوض من احواض معالجه الصرف الصحي او توقيه المياه زي ما هتتعلم تسميم المحطات بعدين. عايز افضي الميه اللي في الخزان ده. فببساطة شديدة هطلب من حضرتك تحسب تقول لي لو انا فتحت الخزان ده له فتحة، لو انا شلت الفتحة دي فتحتها كده اهو وخليت المايه تنزل لوحدها باي جرافيتي، هتاخد وقت قد ايه عشان افضي المايه في الخزان؟ او عشان انزل منسوب المايه في الخزان من منسوب اكس الى منسوب واي. الابلكيشن ده كله بيتكلم عن الموضوع ده. ازاي اقدر احسب الزمن المطلوب تو درين او تو امتي ذا تانك؟ او ان انا تو لور الووتر ليفل او الليكويد ليفل اللي في التانك. فانت عندك سائل خزان بالشكل ده في فتحه برضه نفس الكلام، ارتفاع المايه اتش 1 وارتفاع المايه اتش 2. خلينا نتكلم على حاجه جنرال بقى.
فالH1 ارتفاع المية العالي، H2 ارتفاع المية الواطي، وانا عايز اوطي الايه؟ منسوب المية بين. عايز احسب الزمن قد ايه عشان اعرف اوطي منسوب المية. والفتحة بتاعت الاورفيس دي اسمها اريا، سمول A دي عبارة عن الاريا بتاعت الاورفيس، وكابيتال A هي عبارة عن الاريا بتاعت الخزان كله. يعني الخزان بتاعنا اهو في فتحة كده اهو، وادي المية هيك. الخزان ده في الحقيقة مثلا الاريا بتاعت اسمها ايه؟ كأنه عبارة عن برميل، وعندي فتحة هنا اهو وعايز افضي المية من الفتحة دي، وعندي ارتفاع المية اللي في الأول كان اسمه كابيتال H1، هيوصل في الآخر لحاجة اسمها كابيتال H2. عايز افضي المية في الخزان ده، نحسب الكيو ازاي؟ نحسب التصرف، نحسب الزمن ازاي؟ ايه علاقة بين الزمن والتصرف طيب؟ الكيو بتساوي فوليوم على تايم. انت عارف الكيو بتساوي فوليوم على تايم. طب ايه رايكم نعمل حاجه بسيطه جدا؟ ايه رايك نحسب الفوليوم ده وانت قادر تحسبه يعني؟ ماشي، الارتفاع ده في الاريا. ناخد الفوليوم ده نقسمه على الكيو ديت، ماشي، او انت عارف ان اهو كيو بتساوي فوليوم على تايم. لو انا عايز صح، لو انا عايز التايم، ايه رايك ناخد الفوليوم ده نقسمه على الكيو ده ونجيب التايم؟ ايه الغلط في الكلام ده؟ الفوليوم بضايم عطار مش فوليوم بس، هو فوليوم بضايم عطار طبيعي، بس هو مش مشكلة في الفوليوم الحقيقة، لأن الفوليوم ثابت. هو في الآخر انت تخلصت من هذا الفوليوم، ده اللي انت تخلصت منه. المشكلة ايه اللي بتغير مع التايم؟ مش الفوليوم بضايم عطار، الكيو اللي بتغير مع التايم. لأن في الحقيقة لو انت هتقول ان الكيو بتساوي سي دي في الاريا بتاعت الأورفس فروض 2 جي اتش، المشكلة ان انت عندك فاريبل هنا اسمه ايه؟ سويتش. كل ما الميه عماله تنزل كل ما الاتش بيحصل لها ايه؟ بتقل، وبالتالي الكيو بتقل. واقول لك انت تاخد بالك من الكلام ده ازاي؟ انك انت في نفس التجربه دي في المعمل، لما كنت لو انت شديت الماسوره اللي كانت في جنب الخزان دي ونزلتها تحت شويه، هتبص تلاقي ارتفاع الميه بيقل في الخزان، تبص تلاقي الجد بتاع الميه بدا يقل، لان التصرف بيقل. فبالتالي التصرف مش ثابت، كل ما الميه عماله تنزل التصرف مش ايه؟ مش ثابت. نحل المشكله دي ازاي؟ طالما كيو متغيره، طالما ان انا عندي هنا كيو ده سوري اتش ده انتجريشن برضه هرجع للانتجريشن بنفس الطريقه اللي احنا لسه عاملينها. فخلاص هي عرفنا المبدا نفسه، يعني المحاضره النهارده كلها عن موضوع الانتجريشن. موضوع بسيط جدا، كل الحكايه اللي هعمل ايه؟ هاخد هنا شريحه كده اهو، الشريحه دي ارتفاعها كده اهو اسمه دي اتش. الشريحه دي ارتفاعها من الفتحه هنا اهو اسمه اتش. كل حكايه انا هحسبه، عايز اعرف لما كميه الميه الصغيره دي خرجت في الزمن قد ايه؟ فحاول تحربط الكلام ده ازاي؟ هو الفوليوم اللي خرج بيساوي كام؟ احنا عارفين الفوليوم بيساوي ايه؟ كيو مضروبه في ايه؟ طيب يبقى الفوليوم اللي خرج قصاد الشريحه دي اسمه دي في، فوليوم صغير. الفوليوم الصغير ده بيساوي ايه؟ دي كيو هسميه دي كيو بقى مضروبه في ايه؟ في تايم اسمه دي تي. يبقى دي كيو في تي ده الفوليوم الصغير اللي خرج. طب الفوليوم ده اعرف احسبه بيساوي كام برضه؟ اللي خرج قصاد الشريحه بيساوي ايه؟ بيساوي فوليوم الشريحه دي. بيساوي الفوليوم بقى اللي هو ايه يعني؟ الاريا يعني مساحه المقطع الاريا مضروبه في الايه؟ في الدي اتش. يبقى ده بيساوي الاريا مضروبه في الدي اتش. دي المعادله اللي سيادتك دايما بتكتبها عشان تبتدي بيها في التكامل، لان التكامل لو انت بتحل الكلام ده في الشيت وانت بتحل الكلام ده في الامتحان حتى مش هتحفظ المعادله بتاعتك. المعادله اللي هتنتجها شايف المعادله دي والمعادله بتاعت النوتش، دول حفظ هتحفظهم مش كل مره هتنتجهم. خلاص دول معروفين ريكتانجلر نوتش وفي نوتش خلصت. لكن ده كل مره هتستنتج مش هتحفظ المعادله، لان زي ما هتشوف في اشكال كتيره جدا هنتكلم عليها. كل مره انت يعني مين قال لك ان الشكل اللي احنا بنقوله في الامتحان نفس الشكل يعني؟ ماشي، لكن الريكتانجلر نوتش والفي نوتش دول ثابتين دول ما بيتغيروش. طيب المعادله دي مظبوطه، بس في حاجه لازم نضيفها بقى للديف الفيزيكال ميننج للمعادله عشان حتى المعادله لما نيجي نحلها رياضيا في الاخر تظبط معانا. الحاجة دي اللي هي ايه بقى؟ ان احنا هنحط هنا اشارة سالب. ليه؟ دي بتدل على ان في ايه؟ في علاقة عكسية الحقيقة بين الكوفاريت بين التايم والاتش. فانت كل ما التايم بيزيد
بيمشي كل ما الاتش بيحصل له ايه؟ بيقل. دي بتضيف الفيزيكال مينينج وفي نفس الوقت زي ما هنشوف دلوقتي بتظبط شكل المعادله في الاخر. طيب تعالى بقى نعمل كل اللي هنعمله ان حضرتك هتكتب المعادله دي في البدايه كده راس المساله دي حضرتك ايه تحلها وحلها سهل جدا ما فيهوش اي حاجه. هتحط كل حاجه لوحدها. هو انا بدور على ايه على فكره؟ انا عايز ايه في الاخر؟ انا عايز طالب ده انا عايز. فبالتالي كل اللي هتعمله حضرتك هتحط التايم في داهيه وتحط كل الفاريبل الثانيه في الناحيه الثانيه. هنحط نقول والله اذا الدي تي هيساوي ناقص اريا على الدي كيو اللي هي كيو بقى ما هي كيو في الاخر يعني مضروبه في الدي اتش. تعالى نفس نحط بقى المتغيرات بتاعتنا كلها. دي تي بيساوي ناقص اريا دي كيو بتساوي المعادله بتاعت كيو اهي نفس المعادله عباره عن السي دي كوفيشنت تشارج في الاريا بتاعت الاورفيس في الاريا بتاعت الاورفيس فروت 2 جي اتش صح كده؟ مضروبه في ايه؟ جي اتش. بتحل انت التكامل ده ازاي؟ عشان تحسب بقى التايم كله. فحضرتك هتقول اذا التايم تي هيساوي التكامل بتاع جي تي من تايم زيرو الى تايم تي. انا عايز احسبه. الكلام ده بيساوي التكامل بتاع الجزء دوت ناقص ايه؟ على سي اي على اريا نوت الاريا بتاعت الاورفيس فروت 2 جي. بتهيألي كل دول كونستنت مش كده؟ مش حاجه بتبقى تتغير. فبالتالي هتخرجهم بره ويبقى عندك التكامل بتاع ايه بقى؟ دي اتش مقسوم على ايه؟ على اتش بس كده المساله خلصت. الصعوبه بقى في الموضوع او التركايه في الموضوع تخلي بالك كام حدود التكامل بتاعتنا ايه؟ الموضوع مش زي الاتش بقى مش كل لا انت بتنزل من اتش 1 لاتش 2 اتش 2 على تايم سير كان كام اتش؟ اتش 1 ولا 2؟ 1 اتش 1 الاعلى قبل لسه ما فضلتش الثاني. على تايم تي الاتش بيساوي ايه؟ اتش 2 صح كده؟ طب اعمل التكامل. طبعا التكامل اهبل يعني ده اتش اس لما تيجي تعمله الاتش اس ماينس ايه؟ ماينس نص. لما تيجي تعمل التكامل هتزود واحد بتقسم على الاس الجديد فهتزود واحد تبقى اتش اس نص تقسم على الاس الجديد يعني تقسم على نص يعني كده تضرب في 2 يطلع المعادله ايه؟ تي بتساوي تضرب هنا في 2 ناقص 2 كي على سي دي في الاي فروت 2 جي هنا عباره عن اتش اس نص. فلما تيجي تعملها هتقول ايه؟ تكامل ده اتش اس نص. هتقول والله اتش 2 اس نص ماينس اتش 1 اس ايه؟ اس نص مش كده؟ مش دخلت التكامل يا شباب؟ في مشكله في الكلام ده؟ طب المعادله هنا الاتش 2 اكبر ولا الاتش 1 اكبر؟ اتش 1 اكبر. طب سالب نعمل ايه بقى؟ نعمل سالب هنا. فحضرتك هتعمل ايه؟ هتشيل السالب ديت وتعكس الحدود بتاعت الايه؟ التكامل زي ما بتعكس العادي انت بتعمله يعني تطلع معادله مظبوطه. يبقى السالب دي في الحقيقه ظبطت لي المعادله لان الاتش 1 مثلا لو قال لك احسب لي الزمن عشان افضي خزان من ارتفاع 5 متر الى ارتفاع 3 متر يبقى حضرتك هتحط على ده ادي 5 متر اهي وهحط ده 3 متر اللي حضرتك حسبتها. طيب احسب لي الزمن عشان افضي الخزان خالص. تعمل ايه؟ هتحط اتش 2 بزيد يبقى اتش 1 ب 5 اتش 2 بزيد. حل المساله عادي خالص. طيب انا هقول سؤال بس في نقطه. في حاجه مهمه لازم حضرتك تاخدها في الاعتبار. دي مش حاجه ثابته. مش ايكويشن ثابته لا فاضل. دي ايكويشن ثابته امتى؟ في حاله ان ده خزان الاريا بتاعته ثابته ماشي و بس شكرا رئيسي. المشكله بقى دلوقتي ان زي ما هنشوف المسائل ان في خزانات الاريا بتاعتها مش ثابته وبالتالي ما ينفعش تطبق الكلام ده. طيب انا مش عايز تقعد تحفظ معادلات على الفاضي يعني استنتاج المعادله سهل مش صعب. في الامتحان والله لو انت عايز تحفظ معادله احفظها بس تزود على نفسك معادلات براحتك ماشي. طيب في بقى معلومه بس مهمه قبل ما نخش بقى في الايه. احنا كده خلصنا الموضوع بس عشان نبقى عارفين احنا كده خلصنا الموضوع يعني احنا النهارده جينا نتكلم في ثلاث معادلات عشان نعرف المعادلات بتحلها. المعادلات اللي ايه؟ الدسشارج اوفر ريكتانجلر نوتش او الفلو اوفر نوتش فلو اوفر في نوتش والدسشارج اندر فاريبل دي معادله بتاعت الحاجتين الدسشارج اندر فاريبل بس مش اكتر من كده. كل اللي هنشوفه دلوقتي عباره عن اكزامبلز لنفس الموضوع ده. الاكزامبلز دي هتتحل معاك في السكشن برضه تلاش يعني ماشي. في مشكله في الكلام دوت؟ ناخد بالنا بقى من التريكات. التريكات في الموضوع كله عباره عن في المعادله دي
حاجتين في الحقيقة. الحاجة الأولانية اللي خلينا لازم تاخد بالك منها كويس قوي دي الاريا كابيتال ايه الاريا بتاعت ايه؟ التانك الاريا بتاعت التانك مش الاورفس دي الاورفس ودي ما بتغيرش فتحة الفتحة يقول لك فتحة عرضها قطرها 3 سنتي قطرها 5 سنتي مش هتفرق في حاجة دي الاريا ما بتغيرش لكن دي كده زي ما هنشوف دلوقتي في المسألة بتاعتنا دي ما فرقتش هي الاريا دي اتغيرت يا شباب طول ما الميه عمالة تنزل الاريا ثابتة صح؟ طيب لو هو مش نفترض ان هو مش كده نفترض ان هو عبارة عن حاجة بالشكل دوت مستطيل يعني تفرق برضه؟ فرقت الاريا في حاجة طول ما الميه تنزل الاريا ثابتة برضه كنا دايرة أو مستطيل هل بحاجة تانية؟ ممكن تبقى كون لا بص بقى عشان نركز بقى أنا بتكلم على مساحة المقطع بتاعة التانك هل ممكن تبقى أي حاجة في الدنيا غير دايرة أو مستطيل؟ ممكن لا مش ممكن كون أنت بتلخبط برضه الكون آه متغير الأريا بس مساحة المقطع إيه اللي أنت بتشوفها؟ دايرة صح؟ مش مش مثلث يعني دايما مساحه المقطع لو حضرتك هتشوف عشان تفتكر بقى الكلام ده لما تيجي تعوض في المساله دي حضرتك كانك كده بتبص للتانك من فوق تشوف البلان بتاعه فهو مش هيطلع من حاجه من الاثنين يا اما هيبقى مستطيل يا اما هيبقى دايره هي بتقل مش وارد من اي حاجه غير الاثنين دول بس مش هي بتقل من الارتفاع لو اتش 1 لاتش 2 حلو بقى مره ثانيه خلينا نتكلم فيها هل الاريا دي هي هذه الاريا ولا الاريا اللي من فوق يعني انا قلت لك ان فعلا في مساله في مساله دكتور فعلا بنتكلم عليها ادي كون اهو بينزل الميه اهو فين الاريا في الاريا اللي بتكلم عليها هل دي الاريا في المعادله دي الاريا اللي في المعادله الاريا دي نوعها ايه بقى دايره بس دايره صح كده متغيره طبعا 100% هو ده اللي بنتكلم عليه بس هي مساحه ايه دايره يعني القانون بتاعها لما اجي احسبه عباره عن ايه باي ار سكوير لو مستطيل هيبقى القانون بتاعه عباره عن ايه؟ بي اف دي او بي اف ال ايا كان الضلعين في بعض صح كده؟ لكن هم متغيرين فهي دي بقى التركه اللي احنا ناخد بالنا منها مسائل هتلاقي الاريا دي ثابته سواء مستطيل او دايره وسواء هتلاقي ساعات في المسائل هتلاقي الاريا دي متغيره برضه مستطيل او دايره بس ايه؟ متغيره ساعتها دي تبقى اصعب لان ساعتها الاريا دي زي ما احنا لسه عاملين في بتاع الفينوتش عملنا ايه؟ هناخد متغير ونحطها برضه بدلات الاتش ده اللي احنا هنعمله دلوقتي واضح طيب التركه الثانيه اللي دايما ناخد بالنا منها بقى دول حدود التكامل بتاعي الاستنتاج بتاع المعادله دي او المعادله اصلا اللي احنا بادئين بيها دي فاكرين ان هي دي لاجرز ها اللي هي بادئه بتقيس من فين كانت بتاخد لو تفتكر كده برنولي ايكويشن ما بين نقطتين نقطه عند سطح التانك فوق والنقطه الثانيه عند مخرج الميه النقطتين البريشر بتاعهم بايه؟ بزيرو فلازم يبقى حدود التكامل دي هتشوف الكلام ده في مساله جايه حدود التكامل بتاعك دي متقاسه عند مخرج الميه من اول سطح الميه فوق خالص لغايه مخرج الميه الاتش يعني بتقاس من سطح الميه اللي هو الفري سيرفيس لغايه ما الميه هتخرج للاتموسفير النقطه دي يمكن مش واضحه بالنسبه لك تعال نشوف المساله الجايه دي عشان ايه؟ تفهم الموضوع ده دي نفس الكلام اللي احنا بنقوله ماشي اقرا كده المساله دي عشان ايه نشوف الكلام اللي انا بقول لك عليه حضرتك قلت لو خدت شرح قلت ان الاتش لو انا عايز اخد الخزان كله وخليها بزيرو طب ازاي هو الاورفس مثلا الاورفس ممكن يكون في الجنب طبعا الاورفس لو اعلى شويه من سطح الخزان كده ممكن تحت مش هتقول عايز تفضي الخزان كله تحط الاورفس تحت خالص صح لكن هي الفكره كلها دي معادله جنرال صح بتفضي بتشوف من اتش 1 لاتش 2 طب عايز تفضي الخزان كله اكيد هتحط الفتحه يعني في مكان تعرف تفضي الخزان كله يعني الاتش 2 ممكن تكون برضه منسوب بس عنده الريشه بزيرو ايه؟ الاتش 2 ممكن تكون منسوب بس عنده الريشه دي كوانتي لا الفعل انا كل بقوله ايه؟ بص شايف الاتش 1 دي احسن من فين؟ من سطح المايه في سيرفس لغايه النقطه دي صح؟ اللي هي خروج المايه شايف الاتش 2 متقاسه منين؟ من هنا ما بقاش في سيرفس دلوقتي خلاص مش معنى نزلت ما في سيرفس طلعت برضه فين؟ خروج ميه بزيرو عشان تفهم قصدي ايه اقرا بس المساله اقرا بس المساله عشان تفهم انا بتكلم عليها ايه
بيقول لك ان فيه تانك والاورفيس بتاعه سلندر كان تانك الدايمتر بتاعه 3 متر عنده ارتفاع 104 متر. هو بيقول لك ارتفاع 104 متر الدايمتر ده بيجيبه لك الدين الدايمتر بتاعه 3 متر طبعا سلندر كان تانك خلاص واضح يعني 4 متر وجوه سيركلر اورفيس 5 سنتيمتر دايمتر يعني الدايمتر بتاع الاورفيس دوت 5 سنتيمتر طبعا عشان تحسب منه الاريا نون خلاص اكيد بديك السي دي بتاعت بدناها بتساوي 0.62 وبعدين بيطلب من حضرتك ايه؟ بيقول لك عايز افضي التانك دوت من اورفيس ات ذا بوتوم اوف ذا تانك يعني في فتحه هنا في البوتوم بتاع التانك عايز افضي التانك ده ارتفاع المايه كله كام؟ 4 متر خلينا في الجزء الاولاني دوت في الاسطوانه نعمل ايه؟ معدل خلاص هو بيقول لك كل اللي انت هتعمله ده هتحط الاتش 1 بارتفاع كام؟ 4 متر صح؟ وتحط الاتش 2 بكام؟ 0 بزيرو سهله قوي عادي نفس الابلكيشن الكلام ده تعالى بقى نشوف النقطه الثانيه اللي بتكلم عليها بيقول لك ايه؟ طب افرض ان عايز اغير او انا هعمل ايه؟ افرض ان انا هاجي هركب في البايب ديت في الخزان ده بايب ارتفاعها نص متر بس نص متر ماشي الاتش ده تختلف احسب لي ده تاثيره ايه هل له تاثير يعني هل ده له تاثير على الزمن يعني انت لما تحسب الزمن يطلع 600 ثانيه يعني 10 دقائق لو ركبت البايب دي عايز اعرف في تاثير ولا لا انت ماشي في تاثير ايه اللي هيتغير الاتش ايه اللي هتغير هنا؟ طيب في سؤال دايما هيطرق لذهنك انا عارف ان دايما هيساله هتقول والله انا هفضي التانك اهو وبعد كده هرجع هفضي التانك الميه دي فده هياخد وقت اكتر ممكن في الحقيقه احنا مش هناخد ده في الاعتبار لان لما يكون التانك 3 متر والبايب دي الدايمتر بتاعها 5 سم برضه فدي الفوليوم اللي هنا هو لا يذكر يعني ده مش فوليوم مش ده اللي انا جايبيني خالص نحسبه عايز تحسبه ممكن تحسبه بعدين بس مش دي مهمه خالص فانسى خالص كان ليا فيها دايمتر معين هتجمع فوليوم معين هيفضيه هو ولا حاجه يعني بالنسبه لايه؟ للثلاثة للدايمتر 3 متر كلها لما اقارنها بدايمتر 5 سم اصلا. فانسى النقطه دي. ايوه مش هتاخد الاريا دي في الاعتبار مش الاريا مش هتاخد الفوليوم اللي هنا في الاعتبار ماشي؟ بس في حاجه ثانيه لازم تاخدها بقى في الاعتبار اللي هتاثر بقى على كل الكلام اللي انا هقوله اللي هو ايه بقى اللي كنت لسه بقوله شويه. فين النقطة للبريشر عندها بزيرو؟ هل دي كده البريشر عندها بزيرو؟ لا. فين بقى نقطة البريشر عندها بزيرو؟ دي نقطة البريشر عندها بزيرو. وبالتالي اللي هيتغير في المعدل هيبقى نفس المعدل اهي، تعالى نكتبها تي بيساوي 2 كي على سي دي في الاريا في جذر 2 جي مضروبة في اتش 1 ماشي خلينا نعملها كده نص نص ناقص اتش 2 نص نص. قول لي بقى حلو انت كام كام؟ 4 ونص مليون. ساعتها خلينا التكامل دي اتش 1 في الحقيقه بقت كام؟ بقت 4 ونص. والاتش 2 لما الميه وصلت لهنا اهو ما هو التانك فاضي على فكره. هو ما قالكش فاضي التانك بالماسوره، هو بيقول لك فاضي التانك. مش كده التانك فاضي؟ مش كده ولا ايه؟ كام بقى الاتش بتاعته؟ هل زيرو؟ لا الاتش كام؟ بنص. ليه بنص؟ عشان بقيس النقطه اللي فيه بريشر بايه؟ بزيرو. واضح يا شباب الكلام دوت؟ يبقى دايما انا بقيس من فين نقطة البريشر بزيرو. نعم. فراس. ليه ما قلتش مثلا ان الكروس سكشن اريا بتتغير لما الووتر مشي جوه البايب؟ عشان انا ماليش دعوه بالميه جوه البايب خالص، انا ما قلتلكش احسب السرعه مثلا، انت ممكن تحسب السرعه، ما طلبتش دعوه خالص. انا طلبت اقول لك كام فاضي؟ فاضي فاضي قد ايه؟ الميه وصلت الاه، الميه لسه ما مشيتش من البايب، بس انا ما يهمنيش، مش عايز شويه الميه دول هيتصرفوا في وقت قد ايه؟ ما يهمنيش، مش التانك فاضي خلاص؟ قول لي بقى ده على بال ما يوصل من هنا لهنا في وقت قد ايه؟ لما تحسب الاثنين في الحقيقه تحسب المعادلات فعلا هتبص تلاقي دي خدت 500 5243 سكند ودي خدت 3700 سكند يعني فرق كبير. انت متخيل خزان قطره 3 متر ارتفاع الميه اللي فيه 4 متر اتفضى في تقريبا اقول 5000 ثانيه يعني بنتكلم في قد ايه 12 دقيقه تقريبا 120 دقيقه اسف ماشي تقريبا. تخيل انك انت بدل ما تعملها كده مجرد انك ركبت ماسوره ارتفاعها نص متر بس خلت الايه؟
الزمن قل بنسبه يمكن 30%. شوف الموضوع اثر قد ايه. طب بدل ما نص متر بقى، تخيل انا عايز حاجه تعمل اكسسوارز كده، بدل نص متر اعملها متر. شوف كده لو طولت الماسوره اكتر يحصل ايه. هتبص تلاقي نتيجه ان ده هيبقى 5 وده هيبقى 1، الفرق الزمن هيحصل له ايه؟ هيقل اكتر. معناه لو عايز تفضي خزان اسرع حط بايب اطول، كل ما تطول البايب كل ما الخزان يحصل له ايه؟ ليه يسرع؟ لانك بتزود فرق البريشر من هنا لهنا، بتزود فرق البريشر. مش هو كان المعادله كلها قايمه على فرق البريشر اللي هنا، فرق الهيد يعني، النقطه دي كل شويه بتزود انت فرق الهيد. طيب عشان بس خاطر ايه؟ المحاضره اللي بعديها في مساله اهي، عشان بس نشوف يعني ايه بقى الاريا لما تيجي تتغير. تعالى تشوف المساله دي، هحسبها لك بسرعه كده، الوقت خدنا للاسف. طبعا الكلام ده هيتحل عليك كتير في الذكاء، في الذكاء الشباب ما تقلقش يعني. دي مساله مشهوره قوي بتاعت حمام سباحه، بيقول لك انا عندي حمام سباحه. حمام سباحه زي ما حضرتك عارف، وانت راجل يعني سباح ماهر، الميه في حمام السباحه بتبقى ايه؟ اللبس بتاعها ايه؟ غالي، القاع متغير، يعني تلاقي نفسك في مكان في حمام سباحه عمقه قليل وفي مكان كبير. فهو بيقول لك ان انا عندي اريا حمام السباحه بتاعي، او عندي حمام سباحه ارتفاع الطول بتاعه 10 فيت. الطول دوت من هنا لهنا 10 فيت، وده ارتفاع الميه اللي فيه، ارتفاع الميه من هنا 3 فيت، وارتفاع الميه اللي هنا 6 فيت. بيقول لك والله انا عندي هنا اورفيس، بتديك الاريا بتاعت الاورفيس، بتديك السي بتاعه، خلاص ده ما فيهوش مشكله. فهو بيديك هنا، بيقول لك انا عايز افضي بقى الميه، عايز افضي الخزان، عايز اعمل صيانه، عايز افضي حمام السباحه. ماشي؟ طبعا هتفضي لي اكيد يعني، لما تحط الدرين هتحطه هنا، مش اكيد مش هتحط الدرين هنا يعني. طيب الدرين حطيناه هنا اهو، وبعدين نفضي الخزان ده. نحسب الزمن ازاي؟ احسب لي الزمن المطلوب عشان افضي الخزان. ها؟ ايه المشكله؟ ايه التشالنج اللي عندي؟ ايه اللي ممكن يغير هنا؟ يعني ايه الصعوبه في المساله؟ مساحه ايه؟